المعادي دي عبارة عن خريطة المهم فيها إن رحلات حلقوف، وكمان مش بس حلقوف، بيبي نفط كمان مشهور. فاللون ده اللي هو تقريبا برتقاني ده بيبين لنا الممالك، أو نقدر نقول سمعتين زمالك كلمة يعني نقول حاجة أصغر، ممكن نقول مشايخ مثلا الخاصة بالنوبيين، وهنلاقي إنها متركزة أو دي المنطقة المتركزة بيها القبائل والزعماء في النوبة. نرجع نشوف باقي الحاجات. حرفوف عندنا بيجي رحلتين، الرحلة التانية اللون بتاعها هو بنفسجي، ودي كانت إلى منطقة يام، كانت حوالي 2250 قبل الميلاد، وهنشوفها تحت على الخريطة. أهي أدي من أبو أو بيرنكين، نزل عن واحة كركور ومر عن أرض بتاعة إرثت ثم تيرس، كلها مناطق في منطقة النوبة، تشكى طبعا معروفة، ومحاجر الديوريت بتاعة خفرع، ثم بوهن طبعا عند الحدود بين أسوان والسودان، ووصل لغاية المكان ده اللي اسمه زي ما هو واضح هنا مخر، ده الاسم الصعب. دي بقى الرحلة اللي هي الثانية بتاعة حفنز. الرحلة اللي بعد كده اللي هي الثالثة، نطلع نشوف الأول اللون بتاعها. الرحلة الثالثة باللون الزيتي، دي كانت برضو أيام، وكانت حوالي 2245، يعني تقريبا 5 سنين الفرق بين الرحلتين. هنشوف مع بعض اللون ده عشان نعرف الرحلة الثالثة. آدي الرحلة الثالثة، احنا عندنا هنا وهو وصل حطوف طبعا، وصل لغاية ما بعد بوين، ورجع بعد كده إلى المنطقة السابقة وأنا ذكرتها اللي هي إرثت، ثم من هنا أو نقرا بس حطوف عمل إيه عشان ما ننساش. حطوف عمل نوع من التبادل التجاري مع رؤساء القبائل المتحدة مع بعض، وأخذ كمان رفقة منهم، يعني رؤساء القبائل يدوروا ناس زي حرس كده أو ناس من دور على الطريق يعني، وراح ليهم للخارجة. عشان كده هنلاحظ إنه الرسام ده بيمشي لغاية الخارجة، وعلى فكرة هو كمان كمل لغاية البورس لأنه كان نقطة الانطلاق الأساسية البورس. وفي هنا عندنا طريق بتاع قوافل إلى يام وإرشد، هو الطريق ده بيبدأ من أميدوس وبيجي لغاية هنا آدي المنطقة بتاعت إرشد ويام، طبعا مش بعيد عنه. لكن برضه حطوب عمل رحلة، يعني مش رحلتين، توجع لمنطقتين. المنطقة دي هو هنا تتبع الزعيم بتاع يام، وكمان مش كده وبس، عمل حملة ضد شعوب المنطقة بتاعت سمح، المنطقة بتاعت سمح. هنا بقى حرفوب عمل ايه؟ تم استقباله بواسطة زعماء يام، اول القافلة بتاعته اخذت ناس كبيرة من الفراس نقدر نقول الى منطقة بس. دي الحملة الثالثة بتاعت حبخوف. اخر واحدة هنتكلم عليها بتاعت بيبي عنف، الحملة بتاعته ضد النوبة حوالي 2200 قبل الولاد، طبعا بعد الفترة بتاعت حفوف بمدة حوالي 45 سنة، ويبيلون النسفر هننزل تحت نشوفها عشان نعرفها برضو. هي البداية كانت هنا، ووصل لعن التانية بتاعت النهر النيل. على فكرة التانية دي شبيهة بالتانية اللي عندنا في منطقة إنا، هذه هنا منطقة إنا تانية، ومنيها في المنطقة دي في تانية.